اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد قراءه في اهم العناوين. المونيتور: عبد المهدي يعمل بصمت لابقاء القوات الامريكيه في العراق. المدى: نواب رئيس الوزراء يفاوض بملفي الفصائل المسلحه والقوات الامريكيه لاعاده تكليفه. لوموند: روسيا وتركيا تفرضان نفوذهما في ليبيا وتؤكدان تهميش الأوروبيين. العرب الجديد: العامري والصدر يجتمعان في إيران لحل أزمة الحكومة العراقية. عربي 21: الهدنة صامدة، السراج يوافق وحفتر يؤجل التوقيع في موسكو. العرب اللندنية: الأكراد يستثمرون في ارتباك الدولة العراقية. الشرق الأوسط: قلق ألماني من تدخل السلطات الإيرانية في المظاهرات. ننتقل من العناوين إلى المقالات، ونبدأ من صحيفة القدس العربية، حيث وجدنا مقالا للكاتب مثنى عبد الله كان في متنه: منذ أن أقر ترامب سياسة أقصى قدر من الضغط ضد إيران، حاولت السلطات الحاكمة في العراق ممارسة سياسة هجينة من شقين، فالأطراف المحسوبة على طهران لم يكن أمامها سوى الانخراط في السياسة الإيرانية الموجهة ضد واشنطن، ففتحت الأجواء العراقية والأراضي والمياه ومصادر التمويل أمام حاضنتها. أما الأطراف ذات الولاء المزدوج الأمريكي الإيراني فقد حاولت اختيار طريق الحياد بين الطرفين. إن الرد الأمريكي الأخير باستهداف قاسم سليماني زعيم فيلق القدس الإيراني والمخطط الأول والأخير لسياساتها في الشرق الأوسط، وضع طهران تحت ضغطين اقتصادي وعسكري معا، وعليه فالأيام المقبلة يمكن أن تعطي أفقا واسعا لما يمكن أن يكون عليه حال العراق، تبعا لما يمكن أن يكون عليه التصرف الأمريكي خاصة، فقد تحدد الولايات المتحدة سياستها تجاهه بأحد الخيارين: إما أنها سترفع يدها تماما عنها وتترك كل ما خسرته فيه من أرواح وأموال، ثم تفرض عليه حصاراً وعقوبات وتعده دولة مارقة لأنه ضمن محور إيران، أو أنها ستختار الطريق المعاكس فتزيد من عديد قواتها في العراق واجتياحه من جديد. وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن العراق لم يكن يوماً منطقة نفوذ أمريكي قبل عام 2003، لكنه بات كذلك بعد هذا التاريخ، وأن هذه الساحة استنزفت الكثير من الأموال والأرواح الأمريكية. وأتبع الكاتب مقالته قائلاً: كل هذه العوامل تدفع الجانب الإيراني للسعي الحقيقي لإجهاض الحراك الشعبي في العراق من خلال الضغط على أذرعها بهدف إكسابهم المزيد من الزخم بما يضاعف عمليات القمع والاغتيال والاختطاف. من الشرق الأوسط ننتقل إلى صحيفة العرب اللندنية، ووجدنا مقالا كان في متنه يقول: إن النظام الإيراني يدرك أن أخطار الانتفاضة العراقية ليست على سلطة الأحزاب في العراق فحسب، ولو كانت كذلك لهان أمرها، وإنما مخاطرها تستهدف هذا النظام أو نفوذ هذا النظام في العراق. هذه الحقيقة أكدها الكاتب ماجد السامرائي. أرادت الميليشيات الموالية لإيران استغلال لحظات موت وتشييع جنازة قاسم سليماني لإطلاق موجة من الغليان العاطفي استنادا إلى موروث العاطفة الشيعية واستثمارها لإجهاد الانتفاضة الشعبية، وتحويل شعارات تشييع القتيل الإيراني كنقطة إخماد لشعارات الانتفاضة الوطنية. لكن ما حصل في تلك الساعات كان مفاجئاً لتلك الميليشيات، وعبر عن وعي وطني عراقي والتزام بثوابت الانتفاضة الشعبية.
وحين رفض المتظاهرون في البصرة والناصرية المشاركة في التشييع الرمزي للقتيل الإيراني، أطلقت ميليشيات حزب الله العراقي النار على المتظاهرين وقتلت أحدهم في مدينة الناصرية. لقد خسرت الميليشيات رهانها على وأد الانتفاضة الشعبية التي تجددت مليونياتها في بغداد والبصرة والناصرية والديوانية وغيرها من المدن. وقد عبر الكثير من المنتفضين عن سعادتهم بمقتل الرجل الأول في إيران الذي نفذ مسلسل قتل العراقيين، واستذكروا في أحاديثهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية سليماني عن قتل 182 طياراً عسكرياً انتقاماً لدورهم في الدفاع عن وطنهم خلال الحرب العراقية الإيرانية. السامرائي شدد على تأكيد المتظاهرين السلميين لعراقيتهم وأنهم يريدون أن يعود العراق سيداً لنفسه، وأن لا يكون للغرباء مكان فيه، وأن انتفاضة أكتوبر متماسكة ومؤكدة على سلميتها رغم الهجمات المسلحة، وأثبتت قدرتها على استمرار مطالبها في إخراج السلطة من يد هذه الأحزاب الفاسدة، ويتمثل ذلك بمطالب ترشيح رئيس وزراء مستقل غير خاضع أو موال لتلك الأحزاب. ننتقل الآن إلى موقع المونيتور الأمريكي، حيث ذكرت العديد من المصادر المطلعة على الوضع عن كثب للموقع الإخباري الأمريكي أن رئيس وزراء تصريف الأعمال عادل عبد المهدي لا يريد شخصيا من قوات الولايات المتحدة أن تنسحب، رغم أنه في العلن يبدي تأييدا لتصويت برلماني أخير يقضي بإخراج هذه القوات من العراق. وقال مصدر مطلع أنه رغم دعوته لوزير الخارجية مايك بومبيو خلال مكالمة هاتفية الجمعة لإرسال وفد أمريكي للعراق للتفاوض بأمر انسحاب القوات الأمريكية، فإن عبد المهدي يحاول إيجاد طريق يبقي فيه على تواجد أمريكي بالبلاد، بينما يسعى في الوقت نفسه إلى استرضاء وتهدئة قادة فصائل مسلحة مدعومة من إيران التي تريد إجبار 5200 جندي أمريكي على الخروج من البلاد. مسؤول كبير سابق في الإدارة الأمريكية قال لموقع مونيتور إن عبد المهدي يحاول حفظ ماء وجهه، مؤكداً أنه لا يريدنا أن نغادر، وقال إنه بمطالبته الأمريكان بالخروج فإنه يستخدم الفعالية الوحيدة التي لديها. المصدر المطلع على الوضع قال إنه من المحتمل أكثر أن يطلب عبد المهدي بقاء القوات الأمريكية لغرض التدريب بدون أحكام إشراكها بدور قتالي. ورغم القرار البرلماني الذي يحث رئيس الوزراء على إلغاء اتفاقية دعوة العراق للقوات الأمريكية بالقدوم عام 2014، فإن الحكومة لم تطلب رسمياً من الولايات المتحدة الانسحاب. ويقول الموقع فيما يخص موضوع وجود القوات الأمريكية، ستكون هناك إعادة تنظيم وخطوة للأمام وخطوة إلى الوراء ونوع من التعثر بما يرضي إيران. ونذهب إلى مجلة الفورين بوليسي، حيث رأت في مقالة أن محاولات إيران تصوير نفسها كضحية للعدوان الأمريكي بعد مقتل أهم قادتها قاسم سليماني تحولت إلى كارثة علاقات عامة. ففي تقرير أعده كل من كولام لينش وكيث جونسون ومايكل هيرش قالوا فيه إن مشكلة إيران مع شعبها الذي خرج ضدها في الشوارع. إن الكارثة الإيرانية نبعت من آلاف المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الشوارع احتجاجاً على أكاذيب حكومتهم، فبعد ثلاثة أيام من النفي أعلنت الحكومة مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ أرض جو الذي أدى إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية وقتل مسافريها 176، ومنهم إيرانيون وكنديون وسويديون وألمان. وجاء الاعتراف بعدما اكتشف محققون أوكرانيون آثار الصاروخ على حطام الطائرة بشكل قوض رواية الإيرانيين.
ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الخطأ حدث بسبب حالة التأهب القصوى بعد الهجمات الانتقامية التي قامت فيها إيران ضد قاعدتين عسكريتين في العراق الأسبوع الماضي. ولكن الاعتراف هو آخر سوء تمثيل للحكومة الإيرانية، حيث استغله الرئيس دونالد ترامب وشجع المتظاهرين وحذر طهران من ممارسة القمع ضدهم. كما أشار التقرير إلى أن الضرر الأكبر الذي يعاني منه الإيرانيون نابع من العقوبات التي تضعف الاقتصاد الإيراني، وركز التقرير على الذين يطالبون بممارسة الضغط على إيران، حيث أن زيادة العقوبات ستؤدي إلى تصدعات بين النظام والشعب وتسرع من نهاية الحكم الديني. وتطرقت المقالة إلى ترحيب أنصار ترامب في الكونغرس بالتظاهرات التي رأوا فيها تأكيداً لصحة قراره بقتل سليماني. وفي صحيفة الاندبندنت البريطانية وجدنا تقريرا صحفيا أعده مراسل الشؤون الدولية بوروز دراغاهي حول الدور الذي بات يؤديه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القضية الليبية، وجاء فيه: المحادثات التي تم ترتيبها على عجل بين روسيا وتركيا أدت إلى جمع قائدي ليبيا المتحاربين بشكل مفاجئ للتباحث في شروط الهدنة التي قد تؤدي إلى تسوية في هذه الدولة التي تقع في شمال إفريقيا، لافتا إلى أنها تسوية لا تشترك فيها الدول الأوروبية. ويلفت دراغاهاي إلى أن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي بوتين قاما بالدفع في الأسبوع الماضي باتجاه محادثات السلام، ويجد التقرير أن هذا يعد تحولاً مفاجئاً لأحداث النزاع الليبي، ومثالاً آخر على أوراق النفوذ الدبلوماسية وبصمات بوتين على الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت حاولت فيه فرنسا وإيطاليا وبقية الدول الأوروبية والدول العربية البحث عن طرق للحاق بالركب. ويورد الكاتب نقلاً عن الخبير في الشؤون الليبية جلال الحرشاوي قوله: حتى أسابيع قليلة كان الأوروبيون مرتاحين بوقتهم الجيد. ما نراه الآن ليس تحولاً قوياً فحسب، لكنه أيضاً تغير في المكان وظهور موسكو دولة عظمى يجب على اللاعبين كلهم الحديث معها. ونوهت الصحيفة إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو ضابط سابق في الجيش الليبي في أثناء حكم معمر القذافي، كان قد شن حرباً وعد فيها جنوده بالنصر الحاسم دعمته فيها مصر والإمارات والسعودية، وهو ما دفع قوات غرب ليبيا كلها للتحشيد والتعبئة ومنعه من مواصلة عملياته. وبحثنا في موقع العربي 21 وكان فيه مقال للكاتب شرحبيل الغريب، كان في نصه: ما من شك أن القضية الفلسطينية تمر بأصعب الظروف في الوقت الراهن وتتعرض لجملة كبيرة من المخاطر والتحديات على كافة الأصعدة، ففي ظل متغيرات داخلية محلية وعربية وإقليمية أمام سياسة أمريكية إسرائيلية متمثلة بفرض قرارات عملية على أرض الواقع بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة وظهرت ملامحها على الأرض واضحة مع تقلد دونالد ترامب أمور الرئاسة. فلسطينياً على الصعيد الداخلي، يواجه الشعب الفلسطيني أزمات معقدة ومركبة في ذات الوقت وانقساماً لأكثر من 13 عاماً، وفشل مسار المصالحة الفلسطينية ووصولها إلى طريق مسدود، واستحواذاً كاملاً من الرئيس محمود عباس على النظام السياسي الفلسطيني وتفرده بكل القرارات دون مشاركة أي من ممثلي الشعب في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني والمجلس المركزي، وغيابهم عن المسرح السياسي، وامتناعه بشكل كامل عن الدعوة لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، وإصراره على تعطيله دون ذكر الأسباب،
وكذلك غياب وتعطيل وحل المجلس التشريعي الفلسطيني عبر قرار من المحكمة الدستورية، وفشل مشروع الانتخابات التشريعية والرئاسية الذي تم الحديث عنه مؤخراً بعد موافقة الفصائل الفلسطينية كافة أمام تهرب الرئيس من إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجرائها، والتذرع بعدم الموافقة الإسرائيلية على عقدها في مدينة القدس المحتلة. ولم يبق سوى سلطة وظيفية في الضفة الغربية المحتلة أصبح دورها فقط التنسيق الأمني مع إسرائيل والحفاظ على مكتسبات مسؤوليها على حساب معاناة الشعب الفلسطيني في كل مدن الضفة الغربية من قبل الاحتلال والسلطة الفلسطينية معاً. ويقول الكاتب: فنحن كشعب نعيش في أزمة حقيقية على عدة صعد. هذه الأزمة تحمل في ثناياها ضياعاً حقيقياً للقضية الوطنية والمشروع الوطني، ولا بد من وقفة مسؤولة وجادة تقدم فيها مصلحة الوطن والقضية على مصلحة الحزب أو أي مصالح أخرى، وإلا فالتاريخ لا يرحم أحداً. القمر الذئب يظهر في كبد السماء مع أول بدر يطل في العام الجديد. تقريرنا عده موقع البي بي سي، حيث دهش الساهرون في أول ليلة اكتمال قمر في العام الجديد بظاهرة نادرة تتزامن مع ظهور البدر، حالة الخسوف. وقال إد بلومر، وهو عالم فلك في مرصد غرينتش الملكي، إن الناس في المملكة المتحدة سيتمكنون من رؤية الظاهرة بشكل واضح جدا. وأضاف: سنشاهد الظاهرة في الشرق تزامنا مع غروب الشمس في الغرب، وسنكون قادرين على مشاهدة ذلك طوال الليل. وقال مكتب الأرصاد الجوية: إنه من المتوقع أن تكون السماء صافية جميلة في جنوب شرق إنجلترا، لكن قد تكون الغيوم أكثر كثافة في الأجزاء الغربية من البلاد، مع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء إيرلندا الشمالية وإسكتلندا. وسوف يكتمل القمر مرة ثانية في 9 شباط فبراير المقبل في ظاهرة تعرف باسم قمر الثلج. من العناوين والمقالات ننتقل إلى صور الكاريكاتير التي انتقيناها لكم من صحف اليوم. في الختام، تقبلوا منا أطيب التحيات مشاهدينا، دمتم بخير وإلى اللقاء.